أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعتقد المسلمون أن القرآن كتاب يحتوي على العديد من المعجزات، وأنه تكلم عن أشياء قبل 1400 سنة واكتشفها العلم الحديث. فهل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا القرآن يحتوي على إعجازات علمية؟ الجواب هو لا، فالقرآن على عكس ما يدعون هو كتاب مليء بالأخطاء العلمية، وفي هذه الحلقة سأذكر لكم بعض هذه الأخطاء الواضحة والتي لا يمكن نكرانها. وطبعا كل كلمة أقولها مصدرها في الوصف، فأنا لست كذابا أو مخادع. من الكائنات التي تكلم عنها القرآن هي النحل، حتى أنه خصص صورة كاملة تدعى صورة النحل، والخطأ في الآية 69 من هذه الصورة. لكن لنبدأ من الآية التي قبلها لكي نفهم الفكرة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. أهو الخطأ في يخرج من بطونها، أي بطون النحل، شراب مختلف ألوانه. هنا كاتب القرآن يرتكب خطأ علمي فادح ويقول أن العسل يخرج من بطون النحل، وهذا هو تفسير الآية رغم أنها واضحة. فالعسل لا يخرج أبدا من بطن النحلة، بل يخرج من فمها. فالنحلة عندما تمتص الرحيق من الزهور تقوم بتخزينه في المعدة إلى حين عودتها إلى الخلية، ثم تسلمها إلى مجموعة من النحل يسمى النحل المادغ. وهذا النحل المادغ هو الذي يقوم بتحويل ذلك الرحيق إلى عسل، ثم يقوم بوضعها في أقراص العسل بهذا الشكل الذي ترونه في الفيديو. وهل ترى أن العسل يخرج من بطن النحلة؟ أنا لا أعرف لماذا كاتب القرآن يقول أن العسل يخرج من بطون النحل، فحتى شوكة النحلة لا تتواجد في بطنها بل في أسفل ظهرها. لكن الشيء الواضح هو أن القرآن يحتوي على خطأ فادح في مسألة النحل. لو سألتك اليوم عن شكل السماء ماذا ستقول لي؟ ستقول لي إن السماء هي الغلاف الجوي وما فوق الأرض، وهي شيء غير مادي ولا يمكن لمسه. هذا تعريف السماء اليوم، لكن القرآن يختلف تماما مع هذا الكلام، فيقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وفي تفسير الآية نجد أن الله جعلها سقفا لكي لا يقع ويسقط على الأرض، يعني شوف الله خايف علينا. وفي آية أخرى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني أن الله لم يجعل السماء فقط سقف لكي لا يقع علينا، بل أيضا بناها بأيد، يعني أن القرآن يعترف أن السماء شيء مادي، وهذا خطأ علمي فادح. فلا يمكن أن نقول أن السماء سقف أو بناء، وحتى تتأكد وتقطع الشك من اليقين اقرأ آية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهنا القرآن يعترف حرفيا بأن السماء شيء مادي وأن الله هو من يمسكها. وإذا كنت ستقول لي أن القرآن لا يقصد هذا بقوله، إذن ما الهدف من قوله أن الله يمسك شيئا هو غير موجود أساسا؟ Good book, right? I think Lucky's got a good book, right, Lucky? It's a good read. وماذا عن الأرض في القرآن؟ هل كاتب القرآن استطاع وصف شكل الأرض الحقيقي أم أن له تصوراته الخاصة؟ وإلى الأرض كيف سطحت، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية، الذي جعل لكم الأرض فراشا والأرض فرشناها فنعم الماهدون، هو الذي مد الأرض. كل هذه الآيات تدل على شيء واحد فقط، وهو أن من كتب القرآن ليس له أدنى فكرة عن الشكل الحقيقي للأرض، فهو يصف فقط ما يراه.
والفضيحة الكبرى هي أنه في الوقت الذي نزل فيه القرآن كان هناك العديد من العلماء والفلاسفة يعرفون أن الأرض كروية وأبرزهم الإغريق، ومع ذلك القرآن ما زال يصف الأرض على أنها مسطحة. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، لماذا لم ينزل الله آية واحدة تقول أن الأرض كروية وأنزل العديد من الآيات التي تصف أن الأرض مسطحة؟ هل ثبت في القرآن والسنة أن الأرض تدور حول الشمس؟ لم أقف على نص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب الله. المضحك يا إخوان هو أن بعض الشيوخ الذين يؤمنون فعلا بالإسلام ولا يحاولون الترقيع يقولون أن الأرض مسطحة والشمس هي التي تدور حول الأرض. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ قالوا صعدنا إلى القمر، وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هوليود مدري فين. So we're going into the Russian segment. Be ready. You don't need a passport either. Doing a little tour. في الفقرة السابقة تكلمنا عن شكل الأرض والسماء في القرآن، لكن في هذه الفقرة سنتكلم عن المدة التي استغرقها الله في خلق السماوات والأرض وعن الكارثة العلمية في ذلك. يقول الله في كتابه الكريم: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. جميل، إذن مجموع أيام التي استغرقها الله في خلق السماوات والأرض هي ستة أيام. لكن ماذا عن التفاصيل؟ كم استغرق الله في الأرض وحدها وفي السماء وحدها؟ لمعرفة الجواب يجب أن نفتح سورة فصلت الآية 9: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. جميل، إذن الله خلقها في يومين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. إذن الله خلق الأرض وجعل فيها رواسي وبارك فيها وبلا بلا بلا أقواتها في أربعة أيام. يبقى مجموع خلق الأرض وما دح الله فيها سبحانه وتعالى يساوي أربعة أيام. إذن قلنا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، أربعة أيام للأرض ويومين للسماوات. الكارثة هنا يا إخوان وهي أن حجم الأرض لا يساوي شيئا في هذا الكون الشاسع، والجميع يعرف هذا، فكيف استغرق الله أربعة أيام في إنشاء الأرض؟ والسماوات التي من المفروض أنها كبيرة جدا، انظر فقط إلى السماء الدنيا التي تحيط بالكون كم هي كبيرة، وكل الكون المنظور الذي يرصده العلم هو فقط السماء الدنيا والله أعلم. هذه السماء تسمى السماء الدنيا التي تحيط بالكون، سماء الدنيا. الله استغرق فقط يومين في خلقها، وأما الأرض التي لا تساوي شيئا والتي من المفروض أن يخلقها الله في رمشة عين، الله استغرق فيها ضعف مدة خلق السماوات. أمر غير منطقي أبدا ولا يدل على شيء، إلا على أن كاتب القرآن لا يعرف شيئا عن الأرض أو السماوات، أو السماء لا يوجد سماوات، فقط السماء. أوكي، إذا تكلمنا عن شكل السماء والأرض في القرآن، وتكلمنا عن مدة خلق السماوات والأرض، إذا دعنا الآن نتكلم عن ماذا خلق الله أولا، السماء أم الأرض؟ أن الله جل وعلا أيهما خلق أولا، السماء أو الأرض؟ الأرض. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض أولا سبحانه وتعالى لأنها هي الأساس، ثم خلق السقف وهو السماء سبحانه وتعالى. إذن الأرض خلقت قبل السماء. إذن الأرض خلقت قبل السماء. جميل، إذن الله خلق الأرض أولا ثم استوى إلى السماء. لماذا أنا أتكلم كثيرا عن السماء والأرض في القرآن؟ لأنني متأكد
من أن كاتب القرآن لا يعرف شيئا عن الكون، لذلك عندما تقرأ أن الله خلق الأرض أولا ثم جعل فيها الرواسي وبلا بلا 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 ثم استوى إلى السماء، فأنت ربما تقرأ أكبر خطأ علمي في حياتك. فالأرض مستحيل أن تكون مخلوقة قبل الكون، لأن الكون عمره حوالي 14 مليار سنة، أما الأرض تشكلت قبل 5 مليار سنة. فكيف تقبل عزيزي المسلم أن الأرض خلقت قبل الكون؟ الواضح هو أن كاتب القرآن محمد يعني كان يعتقد أن الأرض هي أساس كل شيء، إذن يجب على الله أن يخلقها أولا، وما زال أتباعه إلى يومنا هذا يصدقون أن الكون مخلوق لأجلهم وأنهم هم مركزه وعليهم يتمحور كل شيء. إنها أحد الأخطاء التي اكتشفتها بالصدفة وأنا أقرأ سورة نوح. قلبك عامر بالإيمان، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ يا أخي لم نرى، نحن لم نرى لأنك خلقتنا بعد السماوات، فكيف سنراها؟ المهم لنتابع. خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. ركز معي، خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. سؤال، عندما تخرج في الليل ويكون الظلام حالك، هل يستطيع القمر تنوير طريقك؟ لا طبعا، بالكاد ترى الطريق. فكيف ستكون ردة فعلك عندما تقرأ في القرآن أن القمر ينير، لا ينير فقط الأرض بل ينير 7 سماوات، أي أن نوره يصل إلى خارج الكون، خارج السماء الأولى أي السماء الدنيا. مع ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعدة دي. ونعم بالله. إذن السماء التي تحيط بالكون هي السماء الدنيا، يعني حتى لو حاول البعض التدليس والقول أن المقصود هو أن القمر لا ينير جميع السماوات بل فقط السماء الدنيا، فسيقعون في مشكلة كبيرة. فالصورة التي ترونها الآن تم التقاطها بواسطة أقوى تلسكوب موجود عند ناسا في مدار كوكب المريخ. تخيل أن هكذا يبدو القمر من تلسكوب لكوكب يقع في مجموعتنا الشمسية، فكيف سيبدو القمر من خارج مجرة درب التبانة؟ لن تستطيع رؤيته طبعا، أصلا القمر لا يتجاوز ضوءه الأرض، وأنت تعيش في كون شاسع يحتوي على أكثر من 200 مليار مجرة. فقول القرآن أن الله خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا هو كلام، هذا كلام مجرد هراء، هو كلام لشخص عاش منذ 1400 سنة في شبه الجزيرة العربية، إنسان ليست لديه أدنى فكرة عن شكل القمر أو الأرض أو حتى عن النظام الشمسي، فكان يرى القمر في الليل كبير مقارنة بالنجوم الصغيرة، فيقول إن الله خلق السماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. في النهاية أريد أن أقول لك أن القرآن مليء بالأخطاء العلمية، وأنا ذكرت لك فقط 5 أخطاء، ونصيحتي لكل مسلم هي أن يقرأ القرآن دون تقديس أعمى. فإذا كنت واثقا من إيمانك إذن لا يجب أن تتردد في البحث والتعمق في دينك.